الآن سيد الكريم الأمريكي غبي 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 غبي، لأنه لو كان يعي بأن هذه الأمور سوف تتدهور لكان بعد إسقاط صدام التكريتي محتل في العراق. لربما اليوم كان هناك أزمة في العراق في موضوع الجدال على العلاقة مع واشنطن، ولكن باحتلاله وأبو غريب وما حصل في أبو غريب قلب الرأي العام العراقي أن الأمريكي محتل مطلقا. لم يعد أحد يعرف إلا أن الأمريكي محتل ويجب إخراجه، بغض النظر إخراجه بالبندقية أو من خلال الأمم المتحدة، ولكن أجمع العراقيين على خروج الأمريكي. وهذه أدت أزمة، لأن أمريكا بأي تهور إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط يعني القواعد الأمريكية ستكون بنك أهداف لجميع الأطراف. من هنا أقول لك عزيزي هم في أزمة، واشنطن اليوم تريد حل بعد تبادل المحتجزين ونجاحها في إيران في المرحلة، والآن الحكومة الإصلاحية تريد عملية حل الأمور دبلوماسيا مع أمريكا. لن تأتي أمريكا وتحرق كل شيء من أجل هذا الإسرائيلي الذي لا فائدة منه اليوم. لم يعد هناك مثل لكن نتنياهو دائما ما يعبر ما يحاول العبور على أزماته، هو شخصيا يحاول العبور على أزماته بافتعال أزمة أخرى في منطقة أخرى. هل يمكن أن تكون هذه الأزمة الآن اليوم في لبنان على سبيل المثال الأمريكي؟ نتنياهو نفسه. عفوا الأمريكي تقصد؟ لا أنا أقصد نتنياهو. حتما نتنياهو يريد أن يشعل كل مكان من أجله مهما كلف، حتى لو كانت العملية بحرق نفط الخليج الذي أصبح أمريكي، حرق كل القطع الأمريكية، ولكن أن يضمن الاستيطان والتوسعة هذا همه، هذا همه. لذلك كان واجب الأمريكي أن يكون حذر ولا يتدخل بتهور مع الإسرائيلي في الحرب، لأنه يعرف سوف يحرق كل شيء أمريكي ومن ثم يبدأ في عملية الحرب الصهيونية.